مفتاح بروكسيمتي لاسلكي، عليك استخدام الأزرار للفتح والإغلاق. عند فتح باب السائق يظهر شعار الشركة وتصميم ترحيبي للسائق على الشاشات الرقمية. للتشغيل إضاءة الفرامل ومفتاح التشغيل. مقود كهربائي تكيفي بمفاتيح متعددة الوظائف، ويمكن التحكم بارتفاعه وقربه يدويا. علبة تروس إلكترونية آلية جيترونيك بتسعة سرعات وكلتش مزدوج DCT. اسحب للأسفل للقيادة للأمام، واسحب البدالات مرتين لتفعيل التبديل اليدوي. نصف دفعة لأعلى للوضع المحايد، وللأعلى تماما للريفيرس. تظهر كاميرا خلفية ومساعدات الاصطفاف على الشاشة. والآن لنشغل الأضواء الأمامية الآلية التكيفية ومصابيح الضباب الخلفية. لنشغل الغمازات. جميع النوافذ آلية من خلال الضغطة الثانية على الأزرار. تنبيه بخروج المفتاح من المركبة واستمرار تشغيلها. تعتبر الإي كلاس من أكثر السيارات اعتمادية في العالم، وقد حقق الفيس ليفت الجديد W213 رقماً قياسياً في اختبارات الاعتمادية AJD Power، والذي يشمل اختبارات السلامة والأمان والعمر الافتراضي للمحرك وعلبة التروس وبنية المركبة والمقصورة الداخلية. وبحسب خبراء السيارات في كاليفورنيا، فإن الإي كلاس لا يمكن أن تتعرض للصدأ أبداً لمدة تزيد عن 30 عاماً بسبب العزل الممتاز للهيكل المعدني. ويتضح الكثير من خلال جملة الإعلان المشهورة للمرسيدس The Best or Nothing، أي الأفضل أو لا شيء. يبلغ طول السيارة 4.9 متر وعرضها 1.8 متر، ووزنها الإجمالي 2.3 طن. تشمل بنية المركبة 3 أعمدة طولية من A إلى C. أقاس العجلات 20 إنش من AMG مزودة بإطارات ميشلن، ونظام التعليق تكيفي حسب وضع القيادة. الأضواء الخلفية LED كذلك، ويتسع صندوق المركبة الخلفي ل 540 لتراً مكعباً. والآن لنتفقد المحرك. محرك المركبة ديزل 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر. تيربو دفع خلفي يولد قدرة حصانية تعادل 160 حصانا، وعزم دوران مذهل من هذا المحرك 360 نيوتن في المتر. يتسع الخزان ل 50 لترا، وتقول الشركة أن السيارة تستهلك 4.7 لتر فقط لكل 100 كيلومتر. مقعد السائق 4 حركات كهربائي ويدوي بحركتين للأمام والخلف، وأربع حركات كهربائية لدعم منطقة أسفل الظهر. طولي 1.8، وبعد ضبط مقعد السائق ليناسبني لدي مساحة راحة للأقدام ممتازة ومساحة رأس ممتازة كذلك. مسند يد وحاملات أكواب. والآن لنتفقد مزايا الرفاهية الداخلية والمقصورة الداخلية بعد أكثر من 37 عاماً من البحث والتطوير للإي كلاس التي نشأت عام 1985. تدعم شاشات الديجيتال اللغة العربية. يمكن التحكم بالشاشة الوسطية من خلال المقود، وكذلك يمكن التحكم من خلال اللوحة الوسطية التي تعمل باللمس، وأيضاً من خلال الشاشة نفسها، شاشة الراديو والقنوات المحفوظة، من خلال السحب باللمس للتحكم بمستوى الصوت. المالتي ميديا ومصدر الإدخال الصوتي. شاشة الراحة، وتشمل الإضاءة الداخلية بكل خصائصها وتفضيلاتها المتنوعة من شدة السطوع وتكوين الألوان وطريقة إضاءتها.
شاشة المعلومات منها شاشة المركبة والمحرك واستهلاك الوقود، وتحتوي على كتيب دليل المستخدم. شاشة التطبيقات وتشمل تطبيقات تحديث النظام وأندرويد أوتو وأبل كار بلاي. شاشة الإعدادات وتشمل الأنظمة والإضاءة والمركبة. وشاشة المساعدات، الكاميرا والاصطفاف، قراءة إشارات المرور، الفرامل الآلية، مراقبة انتباه السائق، الإشارات الضوئية والمنطقة العمياء. تكييف آلي للتحكم به من خلال هذه الأزرار. أو من خلال قول أشعر بالحر من الأوامر الصوتية. I'm feeling hot. I'm reducing the temperature on the driver's side to 21 degrees. وستقوم السيارة بتخفيض درجة الحرارة لجهة السائق حتى 21 درجة مئوية. Turn off air conditioning. The air conditioning is switched off. إذا قلت لها أطفئ المكيف، ستقوم السيارة بإطفاء المكيف فقط، وستبقى المروحة فعالة. Turn on climate control. Air conditioning is turned on. رفع وخفض الصوت، الأوامر الصوتية، والرد على الهاتف وشاشة المفضلة. وهنا مفاتيح اختصار لمختلف الشاشات. منطقة تخزين مع مدخل تايب سي حامل أكواب. هنا للتحكم بأوضاع القيادة الديناميكية، وتشمل 4 أوضاع: الاقتصادي، المريح، الرياضي والمخصص. مستشعرات الاصطفاف، الكاميرا الخلفية والاصطفاف الآلي. ستظهر التعليمات على الشاشة لركن السيارة في المكان المناسب آليا بشكل كامل، حتى دون استخدام الفرامل من قائد المركبة. عجلة التحكم بالصوت، تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها. مسند يد ومساحة تخزين مع مداخل تايب سي. على الجهة اليسرى للتحكم بشاشة السائق وتغيير طريقة عرضها بعدة أنماط. وتحتوي على كل قوائم الشاشة الوسطية تقريبا. ويمكن الإزاحة لليمين واليسار للتحكم بأي قسم من الشاشة الرقمية. هنا للتحكم بتثبيت السرعة التكيفي، فعل النظام من هنا واضغط ست لتثبيت السرعة، وستقوم السيارة بالتباطؤ والتسارع وفقا لحركة المركبة في الأمام. عصا التحكم بالمساحات ورش الماء. تدفئة مقعد السائق ب3 درجات. فتحة سقف زجاجية بضغطة واحدة. ستارة شمس مع مرآة وإضاءة آلية. وبهذا وصلنا لنهاية مراجعتنا للمرسيدس E200D 2021. شكراً لمتابعتكم ودعمكم.